Hi there, I and my buddy Joe English are sending our regards. Today we do a general test from Al Muasir for third year secondary English. Let's share the screen and do that together. All right. Uh, this test is on the units from one to six. Okay. اختبار شامل على الوحدات من واحد Let's do the first question. Number one. time is organizing when you do things and for how long. يبقى time management A تنظيم الوقت أو إدارة الوقت هي إن أنت بتنظم إمتى وإيه الأشياء اللي هتعملها وكم الفترة اللي هتعملها فيها. يبقى time management A الإجابة الصحيحة. طيب number two students should be assessed regularly. The synonym of assessed is الطلبة لازم يتم تقييمهم بشكل مستمر، عايزين كلمة توازي أو مرادف لكلمة اسست اللي هي evaluated، اللي هي إيه؟ لأن assessment و evaluation معناهم واحد التقييم، يبقى اسست evaluated إيه؟ طيب نمبر 3 uh, your study shouldn't take more than 2 hours and then have a rest for 15 minutes. يبقى your study ايه؟ your study session يعني الفترة اللي بتذاكرها لمدة مثلا 2 hours وبعدين تاخد 15 minutes uh, as a break اللي هي a 15 minute break وبعدين تعاود القارة الثانية uh, study for 2 hours and then 15 minute break وفي بعض الناس تقول لك حتى 1 hour وبعدين تاخد مثلا 10 minutes 1 hour 10 minutes and so on uh, يبقى إذا session your study session a الإجابة الصحيحة اللي هي الفترة أو الجزء اللي أنت بتذاكره أو الفترة اللي بتذاكرها. طيب number four as they live in a volcanic area they used to have a or an from time to time. هم عايشين في منطقة بركانية وبالتالي اللي بيحصل لهم من فترة للتانية evacuation اللي هي دي بيحصل إخلاء للمنطقة عشان خوفا إن البركان يثور في أي وقت. يبقى كلمة evacuation Uh, معناه إخلاء، إخلاء المنطقة عشان ثورة uh, البركان. Okay يبقى evacuation دي الإجابة الصحيحة. طيب number five to make something seem better, larger or worse than it really is means to عشان تخلي الحاجة شكلها أفضل أو أو أكبر أو حتى. Uh, uh, worse than يعني أسوأ من اللي هي عليه فعلا دي اسمها يبقى exaggerate لما بتيجي تبالغ في الحاجة سواء بحاجة تقول إن هي جيدة أو سيئة يبقى دي اسمها exaggerate وجا منها exaggeration اللي هي المبالغة يعني يبقى exaggerate see الإجابة الصحيحة exaggerate طيب نمبر 6 بيقول our captain's talk affected us a lot I think we can win the cup وعايز يقول ايه الكلام الكابتن اللي هو صفته ايه اثر فينا واعتقد ان احنا هنفوز بالكاس يبقى inspiring talk يعني كلام ملهم inspiring talk يبقى له تاثير عالي علينا مثلا من ناحيه موتيفيشن التحميس الى اخر يبقى inspiring talk ايه؟ الاجابه الصحيحه معناها كلام ملهم طيب نمبر 7 When something gives you hope and confidence, it is لما حاجة تعطيك الأمل والكونفيدنس الثقة يبقى الحاجة دي إيه؟ Encouraging يعني حاجة بتشجعك يبقى Encouraging بصفة معناها تشجع الشخص وديت معناها أن بتديله الأمل وأيضا تديله الإيه؟ الثقة يبقى Encouraging بالإجابة الإجابة الصحيحة طيب نشوف نمبر 8 بيقول they managed to design a new advanced robot on their own the opposite of the word design is to uh, ال ال العكس بتاع كلمه design اللي هو to destroy design يصمم حاجه يبني حاجه عكسها ان هو يدمر دس, is to destroy okay يبقى هنا خلي بالك هو عايز ايه the opposite of the word احيانا يقول لك the opposite احيانا يقول لك the antonym اللي هو المقابل او العكس يبقى destroy سي هي افضل حاجه كعكس لكلمه ايه uh, design طيب number 9 بيقول <coughs> the interviewer asked me where before applying for this job يبقى where ايه where have you worked المحاور أو الشخص اللي كان بيعمل معايا الموابلة بيسألني where have you worked before applying for this job؟ يبقى إذن دي الإجابة الصحيحة. طيب number 10 بيقول it wasn't till he that he applied for a good job. يبقى it wasn't until until he يبقى had graduated. هي uh, applied for a good job. يبقى لأن عندنا تل وعندنا الجملة الثانية في الماضي يبقى نخلي الجملة بتاعة tell في الماضي التام. يعني اللي حصل الأول إن هو had graduate في الوقت حدثين، حدث الأول اللي هو تخرج من الجامعة والحدث الثاني إن هو قدم في وظيفة كويسة. يبقى طالما ان في حدثين في الماضي اخلي الحدث الاول في الماضي التام اللي هي الباست past perfect اللي هو تركيبه had زائد التصريف الثالث والحدث الثاني نخليه في الماضي البسيط او الباست past simple اللي هو اي دي او لو كان الشكل الفعل من الافعال الرجولار بيبقى شكله مختلف اوكي يبقى هنا had graduated يبقى ايه الاجابه الصحيحه طيب 11 بيقول the car worked properly when it last night The car worked probably when <applause> it was fixed. اللي حصل إن السيارة تم إصلاحها وبالتالي اشتغلت بعد كده كويس. يبقى نقول بقى was fixed ليه؟ لإن دي تباسف. السيارة مش هتصلح نفسها بنفسها. Someone else has to uh, fix it. يبقى إذن was fixed عشان الماضي. Was aware. وبعدين الباس past participle of the verb اللي هو fixed. يبقى إذن was fixed أو بي الإجابة الصحيحة طيب number 12 بيقول the manager delighted when we told him about the increase in our sales this year <applause> اللي حصل إيه للمدير آه لما قلنا له على when we told him لما أخبرنا بزيادة المبيعات هذا العام يبقى إيه the manager looked delighted بدأ عليه إن هو سعيد يبقى ليه اخترنا looked في الماضي؟ عشان بعد كده في when we told him لما قلنا له بدا عليه، يبقى اذا في تلازم في الزمنين دلوقتي told في الماضي يبقى خلي looked في الماضي. تمام؟ وديلايتد ديت صفه adjective معناها happy يبقى he looked دي ديلايتد uh, يبقى ايه الاجابه الصحيحه. طيب نمبر 13 بيقول I regretted him uh, my mobile to make a phone call he dropped it and it was broken. ده انا بندم على ايه؟ طبعا ريجريت فعل بيجي بعدها لو جه جي بعدها جبنا بعدها فعل تاني لازم يبقى مضاف له اي ان جي يبقى اي ريجريتد لندنج هيم ماي موبايل انا ندمان اني سلفته الموبايل بتاعي لانه دروبت ات وقع منه and ات واز بروكن واصبح مكسورا يعني يبقى لندنج قلنا جيرند فعل في اي ان جي لان جه قبله فعل تاني اللي هو ريجريتد في الماضي ولو في عندنا فعلين ورا بعض اما اخلي الفعل الثاني في الجيرند يعني اضيف له اي ان جي واما افصل بينهم باستخدام تو يبقى هنا regretted lending يبقى سي الاجابه الصحيحه طيب نشوف الجمله نمبر 14 بيقول she got her new washing machine installed she ايه هي يعني عايز يقول خلت حد يركب لها الواشنج ماشين كلمه got Uh, the washing machine إنستولد مش هي اللي ركبتها لا خلت حد او كلمت حد يركب لها الايه إيه ماشين فالمعنى ده أقرب حاجة ليه بقى اللي هو إيه؟ أقرب حاجة ليه إيه؟ يبقى she got someone to install her washing machine يعني طلبت من شخص إن هو يركب لها الواشنج ماشين machine بتاعها يبقى بي she got someone to install her washing machine طيب سؤال نمبر 15 بيقول I often had my mother a cup of tea while studying. يبقى to have someone أجيب على طول الفعل من غير to have someone make أو uh, have my mother make a cup of tea while studying. يعني أنا كنت دايما أطلب من والدتي تعمل لي كوباية شاي وأنا بذاكر. يبقى I often had my mother make. يبقى have somebody do something زي مثلا make uh, مثلا prepare uh, and so on. ما اقولش بقى تو ميك او تو مثلا بريبير لا طالما ان قلت هاف او الماضي بتاعها هاد يبقى هاف سمبادي دو سمثينج او ميك سمثينج يبقى هنا اي هاد او اي اوفن هاد ماي mother ميك ا cup اوف تي يبقى ايه الاجابه الصحيحه طيب نمبر 16 بيبيز اولويز جيت ذير ميلز ايه بقى عايزين صفه بريبير get something prepared يعني حد تاني اللي بيحضر لهم الاكل بتاعهم، مش الاطفال الصغيرين هم اللي هيحضروا الاكل، يبقى برضو نفس الفكره get uh, the meals prepared يعني someone else يعني مثلا other people adults will prepare the meal for the babies، يبقى get their meals prepared، دايماً get وبعدين الـ الـ الحاجة اللي هي ال وبعدين إيه؟ prepared، اللي هي في التصريف الثالث يعني. طيب نشوف بقى السؤال يبقى إذا الإجابة دي choose to add number 17, the essay is a genre of writing which tends to explain, illustrate or explicate something in a way that it becomes clear for the readers. In our eight اللي بيشرح وبيوضح ويدي أمثلة لشيء معين عشان يبقى واضح أمام القارئ يبقى ده اسمه اكسبوزيتوري، اكسبوزيتوري يعني بيعمل اكسبوزيشن إيضاح أو أو شرح أو توضيح للحاجة. لما أنت اكسبوز سامسينج يعني تكشف حاجة وتشرحها وتبينها للناس يبقى ده اكسبوزيتوري أو اكسبوزيتوري أسي اللي هو نوع من أنواع الكتابة الهدف منه إن هو بيعمل اكسبلانيشن شرح أو تفسير أو توضيح. يبقى الكتابة التوضيحية أو التفسيرية اللي هي دي إكسبوزيتوري. طيب سؤال 18 بيقول which of the following is an in salutation in a formal letter or email A ال, 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 ال أو التحية الرسمية اللي بتبقى في آخر الإيميل الرسمي يبقى word faithfully معروفة دي word faithfully هي دايما بحطها في آخر الإيميل الرسمي كتحية رسمية يبقى بي yours faithfully. ما ينفعش مثلا اقول سي يو وانا بكتب ايميل للمدير بتاعي او في مجال العمل او في يعني آه للمدرس بتاعي او الدكتور بتاعي في الجامعه او غيره يبقى دي اسمها فورمال ايميلز يعني ايميلز رسميه في آه يعني في اوساط رسميه فلازم ان انا ايه استخدم يورز faithfully اللي هي بي لو انت بتكتب بقى ايميل لصاحبك لو لصديقك لاحد افراد اسرتك طيب ممكن اقول في الاخر with love او see you او اي بقى ايه uh informal conclusion او informal salutation اللي هي تحيه غير رسميه بس هنا لازم اقول بي اللي هي يورز faithfully طيب السؤال نمبر 19 بيقول choose the sentence with the correct punctuation عايزين الجمله اللي فيها punctuation <applause> صحيح يبقى اول واحده خالص ايه اسماء الاي كابيتال عشان بروبر نيم نيدز ميديكال هيلث تحتاج لرعايه طبيه او مساعده طبيه احط سيمي كولن هير بونز إيه ايضاح بقى ليه حطيت سيمي كولن لان بعدها بتوضح الجمله اللي قبلها هير بونز إيه ديت انذر كلوز معناها ان العظام بتاعتها بتوجع ولما خلصت حطيت ايه فول ستوب طب ليه ما حطيتش في الستوب بعد هيلب وقلت جمله جديده؟ لان الجمله الثانيه متعلقه بالجمله الاولانيه بتفسرها يعني. هي محتاجه ليه؟ محتاجه رعايه او مساعده طبيه لان العظام بتاعتها بتوجع. يبقى اذا ايه هي افضل جمله فيها بونكتويشن صحيح. اخر جمله نعملها النهارده اللي هي في البوكاب جرامر 20 آه بيقول ايه؟ هاني از ايه مان يبقى هاني از ايه كليفر يونج مان. يبقى أفضل حاجة الصفة ديت أجيبها بالترتيب كليفر يانج مان من غير ما أحط كومة ما بين clever و ويانج يبقى إذا دي الإجابة الصحيحة آه كده خلصنا الجزء الأولاني من الاختبار ده اللي هو شامل على الوحدات من واحد لستة ثالثة ثانوي إن شاء الله تابعونا في الفيديو القادم هنعمل الجزء الثاني من الاختبار وهو في ريدنج وترانزليشن والجزء الخاص بالاسي رايتنج ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب